هذه التهديدات الإسرائيلية هي ليست وليدة لحظة، هي تأتي مرارا وتكرارا، وكان واضح أيضا من خلال الرسالة التي وجهتها إلى مجلس الأمن والشكوى التي وجهتها إلى مجلس الأمن هي محاولة أيضا لتأكيد هذا التهديد. العراق واضح بموقفه اليوم ومنذ اليوم الأول لهذه الأزمة، أن قرار الحرب والسلم هو بيد الحكومة العراقية والفعاليات الدستورية التي تؤسس والتي هي تعبر عن خيمة هذا النظام. والعراق في أكثر من مناسبة منع في أن يتحول أرضه إلى مسرح عمليات، وبالتالي جنب نفسه من أن يكون ساحة للصراع العسكري. هو اتخذ المسار الدبلوماسي، هو اتخذ المسار الإغاثي، هو اتخذ المسار الإعلامي في هذا الاتجاه، ومنع الكثير من المحاولات والعمليات لجهات هنا وهناك حاولت أن يعني تتخذ من العراق، من الأرض العراقية، منطلقا لمجموعة هجمات. وأعتقد أيضا أن ما أكده السيد رئيس الوزراء في اجتماع المجلس الطارئ للأمن الوطني الذي عقد يوم أمس، والإجراءات التي اتخذت الحكومة في هذا الاتجاه، بأنها لن تسمح لأي طرف كان داخلي أو خارجي في أن يتخذ من العراق منطلقا لهجمات ضد أي طرف من الأطراف. نعم، أي طرف داخلي وخارجي يريد اليوم أن يحول العراق إلى ساحة صراع؟ لا، أولا دعينا نناقش أن الممارسات الإسرائيلية كلما يعني بدت أن هناك بوادر حل وقرب الوصول إلى اتفاق لخفض التصعيد أو هدنة أو وقف إطلاق النار، تذهب الحكومة الكيان الإسرائيلي وحكومة نتنياهو للذهاب نحو مبررات لفتح جبهات جديدة. نحن اليوم في هذه الأيام وبوجود المبعوث الأمريكي في بيروت وزيارته إلى فلسطين المحتلة المرتقبة يوم غد، هو في إطار جهود دولية للذهاب نحو تسوية أو اتفاق أو هدنة. الملاحظ أن في كل مرة يتم قرب التوصل إلى اتفاق، قرب الوصول إلى تفاهمات، قرب الذهاب نحو عملية تخفيض حدة هذا الصراع الذي يستمر منذ عام، تذهب حكومة الكيان وتحاول أن تجد مبررات لها لتفتح جبهات جديدة. هناك العراق ما يقول طبعا يعني باتخاذه إجراءات، فقط هذه النقطة التي أريد أن أركز عليها والتي أريد أن أؤكد عليها، أن في أكثر من محاولات كانت هناك لأطراف تريد أن تتخذ من العراق منطلقا ل يعني مهاجمة مجموعة مصالح خارجية.